What's today? اليوم؟ اليوم يومين هي. أيوة يا ركال. When again؟ اليوم يومين هي. اليوم يوم الهي. اليوم يوم الهي. يا بارك الله فيك. Thank you very much. What does that mean? It's mean good things. Today it's mean there is something. Still we يعني it's mean still we are live. هي. الحمد لله. Thank you. اليوم يوم الهي. يا ركال. دبي. أسبوع ساحة باقات أسبوع باقات يا الله حد ما كان يتكلم. سلام عليكم صلاح أبا باقاتي. وين أنت؟ أنا حول دبي. في دبي زي متى بدينا أبو ظبي؟ العصر الحين أسبوع كامل. لا ايه لا ايه اليوم يوم الهي ايه لا لا صلاح كل يوم الهي ايه 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 وجع ايه بعد وجع لا 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 هي. يلا تعال بس عليك من دبي جاي ان شاء الله. يلا تمام. انت وين انت وين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أبويا أصبحنا الصبح اليوم وياي قلنا هذا على ما تشوفون. يلا تعال قبض التهنتين. تعال يلا تعال ياي تعال ياي تعال انت. هاي سر منك عدالهم. هي قبض هنتين. ايه فوق فوق تروم تقبض المعاش. أيوة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وين ما شاء الله. شكرا جزيلا اللي طرش هالشيء الفنان اللي ما شاء اليوم سوينا واحد بعد على الغداء لك ما شاء الله متابس على هالمتن. كم في وادي الوزن حفير؟ يلا نزل نزل تحت. هذا عادل اللي بيفرزنه لازم يطرون بطنه وينظفونه زي ما زين لكن ما يغسل بدون غسيل يطرون بطنه يظهرون خراوشينه ويحطونه في الفريزر بدون غسيل لازم ما يدخله الماء ما يسكه الماء ابدا بس يتنظف على ما تشوفون ويتفرزن يدخل البيت اللي يبقى يعني وحده بتكون زيادة عن حده يقصها يقطعها قطعتين يسويهن ثلاث يزم ولا يزمتين مثلا. هذه حينه هذا وايد على بيت في خمس تنفار ولا أربع تنفار هاي تسوى حق ثلاث ويبات ويب هي ولا ويبتين يعني إذا البيت فيه ست تنفار حق ويبتين كان بياكلون وياهم بشاتير هم عمالهم وحده هداها تسد الوحده تقريبا اكثر عن منين فيها اكثر عن منين او ثلاث تمنن فلذلك اتوقع يعني بيكون وايد الوزن على بيت يعني فيها اربع خمس تنفار فاعتقد انها يتقطعن ويتحطن ينحطن في الفريزر اللي الحين عاد موسم ورخيص الحين دقه رزق انزين فاللي بيخدم اللي بييه ودام اي ودام كان لازم اولا لا ما ينغسل يوم بينحط في الفريزرات هذا حطينا ابوي نحط في الفريزر وناكل ابوي من طرفه يوم يومين عشرة ست شهور حتى حول ما يعول كأنه توه مظهور في حال انه انخدم خدمه صح اول بادي يتقطع الويب بويبته وينحط في الفريزر الويبه تتظهر ودي وحده من الفريزر ما تتظهر وترد انزين شو اللي يخليه مثل الطازي غادي ابدا طازي كنا مصبح عليه الصبح اللي يخليه مصبح عليه الصبح تو كنا جاي اذا يتظهر من في الليل من الليل يظهرون الودام وخلوه بلية ماء مش يودنون بماء تودين الماء يسوي تسمم ويخرب طعم البلح ولا طعم اللحم ولا طعم الدجاج وايد ضروري المعلومه هذه واللي يظهر من الفريزر ما يرد حق الفريزر مره ثانيه ابدا اللي بياكل ياكل وما بياكلون بيخدمونه ويعطونه حد من الايران ولا يصدقوه به ولا المهم ما ينكل ما يرد في الفريزر. هل تقولون ما الكلام حفير؟ ايوه سلام يا رك الله. ها السلام عليكم. عليك السلام. شو اسمك انت؟ قمر الزمان. قمر الزمان ما شاء الله عليك يا قمر الزمان. ها شو حينه؟ روح الجوازات؟ أقامة خلاص الحين بنروح الجوازات يسوي كنسل إن شاء الله يسافر بلاد زين شو رأيك؟ ما مشكلة
ما يريد يسافر البلاد ولا يسافر البلاد؟ شو تريد؟ يريد يسافر البلاد ولا يريد يجلس؟ لا يجلس. انزين ماشي مشكلة، يلا نروح نسوي تجديد. كم سنة الحين عندي أنا موجود؟ 15 سنة. أيوة. في مشكلة قرقر أنا واجد؟ لا ما في قرقر؟ لا. هاي باك الله فيك. واضح الوضع. حلو بعد؟ أنا دنيا ده ما هي أصلا ممكن. حصلت أنا هذا 6 سنة حصل هذا. يلا بارك الله فيك. يلا سوي جاهز ثمان زين. يلا إحنا بنروح شوي بنسيل جوازات. هذا الله يسلمكم. يبي يكنسل بس عليه كمل تقريبا 15 سنة عندي. يبي يسافر. يبي لا لقط له شغل غير. قال لي كنسل لي على أساس إنه يبي يشتغل عند حد غير. قال ما شيء مشكلة. توكل على الله. الحين على بشيل الجوازات بكنسل له ويعطونا 6 يعطونا شهر كامل. يدور لك كفيل جديد ونحن لاقطين لك كفيل جديد بعد. بارك الله فيهم وفيكم. بوني بظهر من ساعة يا غير أخرني يذهبون لك بابا. قلت بيربيكم مش قال حاشينها مسوي لها الحشوة ومسويها. قلت بصور لكم إياها كيف طريقتها. ها ريدي يلا 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 تقبض عاد لك بابا. قبض عاد قبض شوت كهرب كيل من هتر انت انقفض ما يبه هذا. انت ما بحق اللوادم تصبر على شيء. طل فوق فوق افتح بطنها بطن سمك. يا سلام شوف حينها نظفها ومعدلها مفرقها زين ما زين. اول شيء تفريج عادي بالحشوه. ها هاي شرحوها ابوها النمونه. طرف ثاني تسرى طرف. ها يسني خاسي هابك زين. ايوه يلا يلا حط حشو الحشو. حفيد شو حاطين حشو على الياي؟ انا ركب بصل ثوم كزبره بس كامل ولا ملبب؟ لبب بس ذاك ملبب. اي ما يحطون هذاك اللي خاري اسبي يمرر. أيوة. والمطحون يمرر. ايوه انزين. وحين فلفل احمر وفلفل اسود كمون باودر ميكس. أيوة. مسلة وفي سمك مسلة. ايوه اوليف اويل. ايوه ليش ما حطيتوا حشوة زقادة حبيب؟ بيسد هذا؟ لا سوي سمسم هذا ما يصير مفلوس. زين يلا 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 شتشب شتشب. ها حبيب جيبوا الفرد الثاني عشان يسوي هذا. والشتشب ويا ما ببسين يشتشون بخوصة. احنا شتشب خوصة عملية. أول شيء أبوي نزخ القبابة ويشرحونها الشرحة اللي تشوفون ظهرها وبطنها. نظفوها وملحوها خلوها معلقة هناك قرب المغسل لين يصل ماها كامل شي معلقة تعليج هالنمونة. عقب حين حشوها الحشو الليلها وبزرات تودني يحطوها بالقرطاس ونحطها في الفرن. هاي اللي تحيدونها لما أخذناها كل يوم من هاك الدكان اللي في الميناء. هالطريقة بس المدة 2 ساعة. أول ساعة الضوء حامية وعقب يتقصر على الضوء وحده هنتين لين تذهب. عقب عاد نسخوا على القرطاس على أساس تكون لينة ما تغدي يابسة شرات العوالة يابسة حطبة. خلوها هذا الشكل لين مدة 2 ساعة.
أول بادي الضوء حامي لمدة ساعة إلا ربع تقريبا 45 دقيقة، عقب قصروا على الضوء وخلوها روحها على دوبها تنضأ، عقب أبوي خبقوا القرطاس هذا أساس تتنمى تشفنوها تشفين البلع. إنزين عقب ما يخطفن الساعتين قبضوا سكين لو شوكة ولا شياته خبقوا الأطرافها وخلوها على نفس الحمو، يعني في نفس التنور هذا الحين برويكم إياه، لكن تازم الضوء قليل هباب ما تلحق الضوء تلحق التاوة، وتازم تتهادر يعني ساعتين ساعتين ونص تغدي أبدل رغبوك سكر الباب يلا افتح على هاي الماشي. هذا عبارة تنور لكن تنور من الصغار بس سكروا عليها لين خلاص يلا حفيظ ثانك يو. الفرن هذا بعد له عبارة تنور، اللي عنده تنور ترى دلها في التنور، واللي ما عنده يوم نحن ضيف عودي يعني بنسوي 4-5 قبابات من هاي ولا تبان كبار مشواي لبقوا التنور يا غير الحين الاستعمال اليومي. هذا تنور يعني بالفرن هذا يشل قبابه ولا قبابتين يشل يودر من الكبار، يعني ما تسوي الحين تلبق الضوء في التنور عود يوم شيء ضيفه شيء جايينك 40 ريال جايينك 50 ريال سويت 10 قبابات ولا 5 تبانات من الكبار تبابين له تبانات ما يندرى عاد يلا بنار مسخلاف او اني بسيل جوازات ولين الحين بعدني ما ظهرت لين الحين قمر الزمان يتريى فقير قمر الزمان يتريى الحين يتريى الكنسل حق يصير يكفله الكفيل الجديد وانا بعدني بسيل عندي شغله في الجوازات علم الله مثل كلكم سامحوني لان شو ما تشيكت على السنابات ترى هنا ابوي ما نزلن فحين يوم تشيكت عليه ترى ابوي ما نزلن نزلتن يوم تشيكت لان اللي نزلن اللي من عقب واللي من قبل وقت الشت شو والحشو وهذا ما نزل فاستوى مثل اللخبطه لكن برايي عاده اللي ما شاف بيرد يشوف عقب بس يلا بنربيكم خلاف عاد يوم بنظهرها من داخل هاي الفرن اللي شرات التنور ترى الفرن والتنور واحد هذا النوع من الافران يخزن التنور يخزن الحراره ما تفتش عن الحروره وهذا النوع من التنانير من الافران بهالطريقه نفس الشيء وماخوذ من الفرضه. قمر الزمان نعم سلام عليكم. السلام عليكم. انت ليش يريد تسوي كنسل؟ انت ليش يريد كنسل؟ كنسل هذا الثاني جديد نفر جديد نفر جديد كمبني ولا عادي لا عادي لا نفر كون جديد كفيل كفيل جديد منو نام نيم سيف منو سيف عادة سيف بن درويش أبوي ها كمبني عود سيف بن درويش انت بتطلع من الكمبني رقم زيرو إلى كمبني رقم مليون الحين تروح حق نفر واجد كمبني كبير مليونير مالتي مليونير شو رايك فرحان زين سيف بن درويش ولا ما في زين زين الله ايوه بارك الله فيك. الله يسلم الحشوة كانت شعري عود ولا قباب اي سمكه من السمك ينبغي نحط الحشو اللي لها حشوته ضروري يكون ابوي البصل شوية حبته كبير يعني مش مفرم صغار لا يعني على شوية صغار عن الرايبة وضروري يتلبب له لوم يابس وضروري نحط المليحة وبزار البزار العربي ويمرد وثوم وشوية كسبرة ضروري على كل حال ضروري ودهينة ضروري اللي حد بالعربي يحط دهنة طيبة يعني ريحة يستحسن له يكون دهن مذوبة قوم الخالدي يعني ما شيء مشكلة. إنزين وتمرد زي ما زين وتنحشي ما يا غير ما يتنزون هالقبابة كناز أو الشعري كناز لين عينه لا عسب تلحقها الضوء وتنضل حشوة. أنا أفضل وغيري يفضل والناس الخدمة الأصلية اللوم اليابس ما ينطحن اللوم اليابس فقط يتلبب يتظهر اللبابة من داخل اللبابة السوداء والبذور هاي البذر مال اللوم ينعق
واللاف السوداء تنعق. حد بالعرب والله يطحنون، نحط لومي يابس مطحون، هذا ابو يسمونه لومي يابس سقم ريج. سقم ريج هذا اللوم اليابس المطحون، ما حد يحطه الا الانسان اللي شو بقولكم، كل انسان على هواه. يا غير الصح لا يصح الا الصحيح. اللوم اليابس لازم ملبب، كان بين حط في قاعد جذر، وكان بين حط في مطفي، ولا في حشوه، ضروري يكون ملبب. متى ينحط بكباره اللوم اليابس؟ يوم في قاعه الجذر ولا فوقه، ولا يوم بيتسوى الفوقه اللي هو المكبوس، حطوا اللوم اليابس بكباره. نحطوا خمس، ترى هنتين خبقوا اطراف، وثلاث حطوهم بليت خبيج. شلجله اللي مخبقات اطراف هايل مردوهن قبل ما يعقون العيش داخل الجذر، مردوهن خبطوهن بملاس في طرف الجذر، وعقوا العيش عليه. اسبت بيج طعم اللومي ظهر في العيش، شو الفائده؟ فناطيس على هلمه معققات بس مغفيات رنق، يعني رنق ما يستوي. لازم الناس ابوي تطعم وما يظهر طعمه ونوخته تظهر، الا كان اول بادي محموس وعقب مرق عليه ومطبوخ وناضي ومتفضخ، فيغدي فنان وما شي شراته. يلا وصلت الجوازات على الحين برامج خلاف. اللهم لك الحمد، ما تديت الا ابدا يفضل البارك في نفس اللحظه، تبارك الرحمن، اللهم لك الحمد. يا ابو اقولكم ما ظهرت رقم الرجال اللي ظهر، عسى ما تقولون والله مظهر ما ادري شو ما ادري شو ممنوع ما ادري ايش قايل. شو قلت؟ باركينج ولايتي رقم واحد ضروري. ما تسوي الغاء الا يزقرون الرجال اللي انت بتلغي له، لازم يوقع على ورقه الالغاء انه ابوي استلم حقوقه كامله وانه ابوي موافق وما عنده شيء. يلا وقع. ها قمر الزمان قمر الزمان، يلا جلدي. احنا ابوه بس لازم كامل بس يا ربي قصيده اسم البلد والمحافظه. شكرا قمر الزمان، ثانك يو فيري ماتش. فكوا العرب من سيرة الجوازات داخل، أتي عند الطباع ويوقع الرجال هذا ويطرشون الورقة الجوازات روحهم بالكمبيوتر يعني، وتي الموافقة أنه خلاص استلم حقوقه ووقع أبوي قدام موظف وبس، ما في داعي شرط الأول تفصيل ولين يخلص تظهر موافقة ويوقع قدام الموظف من داخل الجوازات. كل شيء أبوي عند الطباع، استلم بيزارك وقعت قبض جوازك، بس ما تظهر لو الورقة وياه. الورقة عندك تصير بهالكفيل الجديد، مين كنسلون لك استوي الإلغاء؟ عندك 30 يوم مدام؟ 30 يوم. عقب 30 يوم أبوي لازم تغادر يا المكفول. يلا في مال الحين ورقة مال الغاء خلاص، هذا من الحين عندك واحد شهر كامل 30 days. روح حق أرباب جديد سيف بن درويش قول أبوي سوى أبوي هذا تحويل، سوي كفيل جديد. زين 30 يوم في تيم واجد عندك. زين يلا بارك الله. أقولكم ترى اليوم شيء خروفة في الليل، خيب العقل ويصاك. أقولكم شيء خروفة اليوم في الليل، هبتنسون. واليوم عامي صرت ساير عندي لك 600 شغل، من لك 600 شغل ما خلص إلا شغل واحد. هيك شغل ما بأي شغل، إلغاء وإخراج استخراج ويزا من يد ويريد. يا غير ما الحمد لله ما ظهرت بالجوازات إلا أموري متيسرة وكل شيء مخلص. والحمد لله بسرعة يعني ما شيء. غمض برز كن فيكون. يا غير ربطيت اسولف ويا الجماعه عندك ودونك يعني الشباب اتولت عليهم. ها قمر الزمان شو اخبار؟ يوان يريد غدا ولا ما يريد غدا؟ يريد غدا ولا ما يريد؟ يريد غدا. ايه تحريت. اقول لكم اليوم شيء خروف ان شاء الله في الليل. اليوم في الليل ان شاء الله اني بظهر من الجيم من وقت وبعد عليكم خروفه. وباكر على الله يحفظكم
وباشر الجدول مزحوم من النش. باشر ان شاء الله عندي مليون شغله وشغله. من اخلص اشغالي بتغدى في مطعم ذا سيجنتشر، تحيدون المطعم الهندي اللي في المول اللي في البحر، شو اسمي يا ربي مع الفتش شحينه، اسم المول نسيت، اللي عدال الهيلتون الابراج الهن، اسم هن مول من الولايتيات يعني. والمطعم سيجنتشر كذي جايين، انا مصور فيه كم ودي وديتين جايين له ثلاث. وباكر عازم ربعي من الشباب اللي يتمرنون وياي في الجيم. شو سالفة العزيمة هاي الله يحفظكم؟ هذا ريال ماخذ حرمتين، هذا الجديدة، ونحن سوينا شرط وياها وقت الباح، قلنا له يعني انت حين نحن نعرف ان اللي ياخذ الحرمة الثانية يبنشر يعني يخوره في الأوزان، ما يروم يشيل الأوزان. لو الشباب ما شاء الله أسبوع اللي خطف هذا حطوا له وزن، قلت الربت تشل الوزن هذا، ترى ابوي غداكم علي، واشهد ان ما شاء الله تبارك الرحمن، قال بشل الوزن من عقب الحرمة الثاني وبشيلك اني باخذ الثالثة. كيف؟ قال ابوي الجدر ما يركب الا على ثلاث. قلنا له بصرح بهالرأس، قال ما يهمك هذا عاد، وهو عاد هاملي على الله يحفظه، بنرويكم عاد صورته، بنرمس وياها اليوم وبنعطيكم العلم والخبر. زين، والمهم ودبست بالغدا باكر، فباكر ما بتدبست من خاطري كانت تبون الصدق بنتيامع، وخاطري اسيل مطعم هاك من ما يد من زمان، وبنتغدى باكر في المطعم هاللي خبرتكم عنه اللي فيه، والله ما لين الحين ما رمت اتذكر شو اسم المول، اللي عدال الهيلتون، هيلتون بضبي اللي على الكورنيش، هو الابراج، حب الابراج الفندق، لا برج الهني نسيت والله شو اسمه، ما براي ما اتذكره، النيشن تاور، الغداء المطعم في النيشن تاور، وعاز منهم أربعة تم، هم ما شاء الله مجموعة ممكن أربعة لو خمسة تم، أو من اللي يتمردون ويانا وواف عزمتهم واستعزموا، ولهم أبع على الشرط يعني لكم ما شاء الله، هذاك ما شاء الله يعني الله يحفظه صدره يدفع بمحمل، هبالله طاب وقتين من هاقب وعشرين لو أربع بيروم عليهم، كان خذ حرمتين لو عشر. المراد يقول والله بيحط الثالث، كان صادق، قلت له ترى بصورك وانت تمس الرمسة هذه، قال ان شاء الله ما عندي خلاف، منو ذاك اللي ركب تسوي؟ دور في رينج ما اعرف وين رينج مال منو؟ خاتم رينج هي في اول بس انا يمكنني هي انا فكر ممكن هني في هاي ذهب جولد ولا لا هذا ثاني مال خطوبه مال انت مال حرمه يا ويل كان احب ادق لها تليفون بقول ابوي يريد يسوي حرمه جديد الخواب يا ربي كم يتخربوا من حريمهم يا رب البيت والحرم بسم الله الرحمن الرحيم لازم الواحد اليوم اني يدخل بيت يسمع ايوه اليو عليه في الدنيا كله فيه اليو عليه في الدنيا حليل هالسياره هاي قلوه سنين باسيل خبرك باسيلا الخضراء ويا وشي بعد منقير بعد باسيلا لكان لوبي هذه منقير شي عيدان يقطعونها وبروكلي ويقطعون له دقون الثوم ويحمسونه من يحمر عقوا هذا عباس على دباس اخبصوا لمدة دقيقة وحدة وفلفل حمر حطوا يا ابوه رقم واحد مرياح شوي لكن براي شو بسوي فايت حلوى يغطي على بلواه وشوربة قرع هذه شوربة القرع رقم واحد يلا يلا افتح افتح يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا حافظ عليك يا حفيف يا حافظ على حفيف ويا يا سلام يسدك اللعينها يسدك اللعينها يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم هذا يقول لك البلح المحومط هذا هو وبيه خلي في خاطري يا غير مشكوب عليه الويمية والبلح محوبط تعال قال نبوي لازم التيم من غير ثلاث ساعات ما يستوي السمك العودة لازم ثلاث ساعات ساعة إلا ربع ضو حامية وعقب ضو قاصرة شوف يلا
الحين غايت عاد يوم بتحط هناك مره بمسكوت. يلا ها آه قمر الزمان سلام عليكم. بيض بيض وعيش. أيوة. وهذاك شو هناك؟ عدس اليوم. وهذا شو؟ عيش. هي بارك الله فيك. اليوم عدس كلكم؟ كل سنه فار عدس حفيظ. ها آه. ايوه هاي القباب ابوي 70% منها الهم و 30% منها حقي انا. فهمتوا؟ اني يعني قبابه هالمتن وين برو ما اصرتها انا روحي ما حد عندي. يلا بنام سفلاف. شوفي نو يو دونت دو اني ثينج. اي ويل تيك وات اي نيد تو ايت. اي نيد راس فور مي. اوكي. وذيس. هاي ذيس فور مي. المطامير. زين؟ هلا انا احبهم. بس اي لايك. اوكي. المطامير. زين؟ هذا كله حقير. سلع ترى ما بوايد وها شوي يور من الحشو. هذا الحشو حقي انا. سمع ادخل بطن شوي يونك. خلاص الباقي شو اللي كله حقكم انتم. يلا شكرا صح. ثانك يو ثانك يو. شتيكت سمع شوي يور من هنا شوي بعد. أسيري في الظهر. أهم شيء في الموضوع العين هاي عين القبابة اللي أخير عن عين القبابة هي عين السجل السجل العود هاي اللي طول الريال ها هاي عاد عين القبابة هاي أهم من ما يكون ها أهم ما يكون هاي ما يعطونها إلا غالية واحد اثنين ثلاثة ها. خاطري ما أرمس من عقب هذه كلته لازم ما اتكلم ابدا. وهذا ابوي ها سلايه الظهر قلت لكم عنهن. هذا اللي ما اللي بتغدى منه بتغدى منه واللي ما بتغدى منه بتعشى منه خلاص ها. وهاي العين ثانيه شوف شوف هاي اهم شيء ها كبر الفنيال شوف ها شحمه العين ابرك ما يكون ها بسم الله. أوه. لا اله الا الله شكلي التليفون خلاص ما شايف فايده. انا مبوني ابوي بقول لكم قلت لكم بسكر عسى بستمتع في الشحمه وعقب ارد ارمس وياكم. الحين ابوي ببتدي عاد باكل والعذر وسموح من جنابكم على اساس ابوي ما يبرد غداي وبتخربون علي. وهذا اهم شيء عاده الخل الحولي الخل الحولي لا بد ولا عذر منه. ها هالعيش تحرون وايد ترى ها ترى القيمه تحرون وايد هذا الوايد ها سلطة الكيل والبصيل ودهينة ريحة دهينة عادة وين تبين هذا قويري لا بد عاد بالدهينة ريحة عادة. يلا نرمس خلاف عاد العصر تعالوا اليوم شي خروفة في الليل شي خروفة بخبركم عن العرس مال عرس بكرة شو سالفة العرس منو المعاريس منو العرسان منو بياخذون وشو علمهم شو خبرهم هذا كله باكر بخبركم به لا اليوم قصدي باكر العرس باكر يوم حافل بالإنجازات. يلا كم بالنسبة للعرس العرس يا الله يحفظكم عرس أخوان اثنين الأخوان هم محمد وسعيد عيال علي بن خلفان المطوع الظاهري. العرس تاريخ 25/9 بيصير في يوم الاثنين بكرة والعرس بيكون في نادي الضباط مال القوات المسلحة اللي قرب جسر المقطع هب جسر المقطع جسر مصفح هذا مشاهد النادي من الطرف هاي اللي وين البحر نادي الضباط يسمونه. عرسانهم الله يحفظكم اثنينهم اخوان محمد وسعيد. سعيد بياخذ بنت سلطان بن احمد بن اباره ومحمد بيوزون بنت احمد بن الشيخ محمد حسن الخزرجي والله يوفقهم ويسر امورهم ويستر عليهم ويرزقهم ان شاء الله الذريه الصالحه يا رب العالمين ويفرحهم ان شاء الله اليوم ودوم ويجعل الفرح ما يفارجهم يا رب العالمين. قمر الزمان السلام عليكم. عليكم السلام. انت ليش زعلان الحين؟ لا ما في انا بس. ليش شو مشكله الحين؟ لا ما في مشكله بس. انت ليش تجي شو يقول الحين؟ لا انا نظر 15 سنه انت تذكر في زين المفروض انت نظر غلط زين غلط
سوري بس انت ما في غلط يا بابا، انت 15 سنة أيوة. واحد غلط ما في، انت نمبر 1 يا قمر الزمان، مشكور بارزي. وحين قمر الزمان الله يسلمكم جاي يتعذر، يقول من 15 سنة عندك يا بابا كاني غلطت ولا شيء تسامحني. يعني هل قانون حتى عند البنغالية موجود للتحرون؟ يعني الواحد يوم بيسوي شيء غلط وبيتأسف انه شيء وايد كبير عليه يانس، لا لازم حتى لو شيء بسيط من باب المزح سوى شيء غلطه وتأسف، يعني ينبغي ان الواحد يقبل اسفه. وهو ما تسوى شيء غلط 15 سنه، انت قمر زمان ما احد غلط ما سويه، انت ليش خايف؟ ما ليش يقول هذا نمونه؟ انت هذا قانون داخل بنغلا هذا نمونه؟ قانون شو يعني؟ هذا من نوع من انواع المذاهب عندهم، يعني شاف الطيب وشاف الاحسان طول هالسنين يا يقول ابوي كاني سويت غلط سامحوني، عاد الحين هو اليوم كنسلنا له وان شاء الله بيصير عند اللي اخير. ليه تشوفونه هذا طوله 150 سنتي، كم بقر اول تشتغل؟ 20 بقره، روحي جاب لهن في طعامهن وحلابهن وتنظيف وعلم وخبر وحلب صبح ومساء وديتين صح؟ وغنم كم عندك؟ 300 راس، روحي جاب لهن وخرف بين يعد ومعزة، بين هوش ويعد، يعني ما يرقد لا ليل ليل ولا نهار نهار، يوم وقت رقاده يوم شيء على ولد دبش يبات في الزرب عندهن يودر حجرته، انا موجود ولا محد؟ كم سنه تميت؟ حوالي سنين الله يرقد تحت عند الدبش قيض ولا شتاء براد ولا حر، سبحانك يا رب من كثر ما هو يشتغل من خاطره. ورب العالمين حين انا افتكيت من الدبش لان ما وراهن فايده وايد شغلات تم تعبه، هو واشتغل الحين الحمد لله عند لقط له كفيل وبيتحول عنده. هذا ارباب مالته جديد نمبر 1 مطوع، تحصلون مباراه خير. كم بني عود في مليونير ولا في فلوس واجد ولا ما في فلوس؟ واجد ها؟ واجد. يلا قول سلام عليكم. السلام. يلا يسلم عليكم عاد قمر الزمان وبيترخص. يلا توكل على الله. ثانك يو قمر، ثانك يو. مع السلامة. ياسين عمامة هناك أول. مع السلامة يا قمر، ثانك يو قمر. مع السلامة. Salam alaikum, Khaled El Khadri. I am hungry for fish. I saw that kebab. Why don't you and I together, we'll barbecue some kebab, we'll go to your ezba, and we will talk and become good friends. I would like that. Ciao. Arrivederci, my friend. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Massakum Allah bakhir. Ya Allah, hafadkum hada ya yinna midbay. Ya yabuya, alhamdulillah, assalam. Bu Muhammad, ma'atiya bit tahiyyat. أرسل بعض منتجاتنا وأتمنى أن تنال إعجابكم. من دبي ملتي شوكولت إنزين مطرشيني على الله يحفظكم. كوكيز بالشوكولت هذا اللي تشوفونه شكله فنان والصالق وريحة خنينة. هذا أيوة هذا كوكيز الكاكاو وهذا رقمهم حاطينه هذا لوجو مالهم زين. ومطرشين الله يحفظكم كيكة فستق. كيكة فستق هذا الصوص مالها. كيكة فستق بعد بسبوسة الفستق. كم كبرها؟ والله انها ثجيلة ما شاء الله صينية كم كبرها؟ انه ابوي ياكل عادة هكثر. انا ابوي اجسمه ما اخليه. ان ابوي ان امسى ما اصبح. ان امسى ما اصبح ما تلقط شيء عندي في البيت. هي نعم. أقولكم يا غير الوردة هاي الله يسلمكم الصبح أنا ما أعطيت حقها. وايدين قالوا لي أنت صورت لنا الوردة وعليها القوطي هذا ها صندوق ما هذا المغلف فكان عاكس المنظر فمنظرها والله جميل يعني وايد شكلها غاوي هم اللي عيشن يعني دهر ما أعرف شو يسمونها الأسمهن ورد هب مجفف معالج كأن المهم إنه ما يعول ويبطي دهر وهذا عنوانها اللي تخدمه. بعد هاي مال سيدات الأعمال هب سيدات أعمال تاجرات صغيرات أو
تاجرات تاجرات اي والله يلا عاد بس عليك. سبع ونص وانا زاهر واذن العشاء خلصنا من وخلص اذان العشاء ويلست الا وحده وهنتين وحده وهنتين وحده وهنتين حقربان ومسجات والسلام وسناب وعندك ليلة حتى تسع توني الحين واصل الجيم الحين ويوم وصلت الجيم تذكرت اني ما صليت العشاء والحق عمري ودخلت وصليت وحين ببتدي عادة التمرين يلا كل شيء على يلا انا بسوي لكم خلاف عاد 70% من اللي كانوا في الجيب كله مخلصوا وظهر انا اللي باجي طيب الحين خطفنا 17 دقيقة باجيات 17 دقيقة من غير ما ظني اتممها تقريبا تعايست هب تعايست تعايست يا متأخر مفروض عقب صلاة المغرب اخرت لين تسع ايوه واليوم يوم الخروفة الله المستعان لا باكر نشه لازم صباح الله خير اسرح باكر عندي باكر شغلة الله يحفظكم في المرور وعندي شغل باكر في قسم التركات بالمحكمة وعندي شغل بعد في عند هلب القصة وغدا الساعة 2 وعرس الساعة 4 5 نمونات الشغل باكر 5 تشغلات لا بنمونة ولا بنمونتين Good night I am the last guy is going up. آخر واحد يظهر من جمنا آخر واحد وكل يوم على هالمنوال كل يوم على هالحالة كل يوم أوه الله يعيننا على الخروف اليوم لكن إن شاء الله بحاول أختصرها ما تتمطمط يلا كم مرة بمرة أحاول أختصرها الخروفة لو صغيرونه يعني أقول علم ما هي عليه لكن ما ت... ما ت... ما تخل المارو لا بت منها التميت وتازم الخروف تتمايت ويلس على هالحال خروفها بخمس دقائق أخذ فيها نص ساعة هذه مشكلة يعني الله المستعان بنشوف آخرتها وياكم يا نينتم يا ربي هالخراريف عشان ما يظهر بعد أمر ممنوع الخراريف اي والله يمكن يا الفضيحة شو بسوي راس مالي هالخراري شو بقول عقب ما عندي شيء أروم أتفلسف ما شيء لهالخريري فات وهالخريري فات بيتمتن بيقول يا مساكم خير ونور وسرور الله يحفظكم في عمان عمان الحبيبة سلطنة عمان بارك الله فيها وفي شعبها وعلى راسهم قابوس بن سعيدي على الله يحفظه ويطول بعمره ويعافي ويعفو عنه ويعفو عن كل مسلم منطقة اسمها بركة بركة هذه الله يحفظكم ولاية أو منطقة في قبل السيب قبل ما توصل السيب شيء منطقة اسمها بركة أتوقع أن روح ولاية أو ولاية بركة المهم هي قبل السيب شيء ريال ينقال له ربيع هذا الله يحفظكم إنسان الغرور والكبر اللي فيه ما يوجد على إنسان على وجهه يا هالدنيا ويشتل هذا كل طالع شمس يصير وين يصير سوق مطرح داخل سوق مطرح من أشهر الأسواق يعني وأقدمها يمكن في على مستوى الجزيرة العربية يعني أو يمكن في الشرق الأوسط سوق قديم اللي ما عرف عنه لازم يعرف عنه معالي كوت الجلالي ومعاليه ما أدراك ما كوت الجلالي قصيصة وايدة عن كوت الجلالي بعدها عليكم إن شاء الله في القريب العاجل كوت الجلالي هذا سجن مسدود لوليات له قصة طويلة عريضة إن شاء الله بخبركم بأخلاف على الفاقة المهم سوق مطرح هذا الله يحفظكم من الأسواق القديمة وبين بركة لين مطرح ما يقارب 17 أو 20 كيلو وهاك الأيام ما شيء سيائر مواتر
فيجون حد على خيول وحد على بغال وحد على حمير. الإنسان المقتدر على خيل، واللي أدنى ترى على بغال، فجري ترى عنده حمارة، واللي لا يعلم ولا يعلم ترى هريولة وساداتنا يمشي على رويلاته. على ما قالت موزة خميس، وفي اليديد وسرع يبي شليني مسكت العودة عند الدخاتر والطبيبي. فقير موزة خميس التحرى ان النعال اليديدة هي اللي تسرع بالبنادم، ومن جدمة النعال بنادم يخف سيره. فقالت هالبيتين، عندهم النعال هي الوطية، وطي اليديد وسرع يبي شليني مسكت العودة عند الدخاتر والطبيبي. هاي من الأغاني الغناء الأولي. توفت بعد موزة خميس، عندي والله لها فيديو يمكن عمرها أكثر عن 35-40 سنة، مغنية. توفت في البحرين، هي من السوادي، من منطقة السوادي، وتوفت في البحرين الله يغفرها. وقبل ما توفى سووا لها 3-4 تسجيلات فيديو خاص، مش في عارف عمري، انا عارف عمري اني برمس في موضوع وبتر على موضوع من غير يا غير ما عليه. سموحة من جنابكم، الله يسلمكم. هذا ربيع يركب خيله، عنده خيل، هو يركب على خيل، وعنده خويدم. الخويدم اسمه يوهر، خويدم يركب على حماره ويتبعه. ربيع هذا من نوع اللي البطر اللي في الدنيا كل فيه لو يعني الله عاطنا شوية السلطة بيدوس المسلمين عرقابهم من كثر الدجر اللي فيه البطرة، ولا يرى الناس، وكل يتنقم في العرب، والخقة والبزة اللي في الكون كلها فيه. مني لين من عندي لين عند الباب يبالي نص ساعة يمشي، مشيت حول نص ساعة من كثر الخيلاء والبطرة والدلع والغنج اللي فيه. واحد خقه اللي فيك انت يا ربيع لا صارت ولا استوت، ولا يرى الناس، ولا يعبر حد، ولا يفتكر في اي كائن، في اي كائن كان، ودوما متهزي في العرب. انزين وصل سوق مطرح، وصل سوق مطرح، وسوق مطرح مكتظ في العالم، وخلق الله ما من حد يشوفه كلهم يخوز عنه، لانه متجبر وراعي نقمات وراعي طنايز وراعي زين. فييته اول ما هبط سوق مطرح، ولم كل التجار بعد مطرح ما يتحاشون، لكن قدام ربيع يسخون عنه، يضكون عنه يم، بالرغم من التجار مطرح يعني من استوت الدنيا من كل الجنسيات وخاصة البانيان، شي سوق كم كبره البناينه اللي في الدنيا. العود اكثريتهم ترى في شنتي مطرح، تجارتهم اموالهم وخير في السنين الاوليه، وما زالوا لين اليوم لين باكر. المراد وصل اخينا ربيع هو وخويد مهوياه، هذا قدام وهذاك وراه. اول ما تبادوا خطف على سواء خطف ربيع، خطف ابوي وخيدمه وراه، خطف على واحد من التيار الحرير من البانيان. قال على كم الطاقة هذه؟ رد عاد عليه قال لأبوي الطاقة هاي مترها أو الوار بهالكثر ريال صعيدي. قال له أنت بكبرك ما تسوى هالكثر ريال صعيدي، كيف تبايعنا نحنها؟ ونقمها وعطاه الجافي وهو يمشي، وكل ما خطف عدال تاجر انقمه وتطنز به، كل ما خطف يتهزى بالعرب كلها، ما حد عنده يسوى شب طعام، كل هالعرب عنده ما يسوى شيء، هو بس انا وانا ومن خدني اقتنى، بس هو الوحيد. وكندورته ذراع وراه الهذايل، واحد بطران يا الله ربوع، واحد يعني ولا يرى الناس، والخقة والفشرة ليه في الدنيا كلها فيه. خلص من البانيان وهو يمشي، واحد يسمونه خماس بن سبتوه، خماس بن سبتوه الله يحفظكم، هذا من مرتادين سوق مطرح، وإنسان فقير لا يايد ولا يعلم، يبيع دهن ذوابه، يبيع سليلة ولي ذوابه تنحط في شيء في مكانين،
يا في عكة اللي هي جربة، جربة الجربة تعرفونها، ما حد ما يعرف الجربة عكة، وهل السعودية وهل الردن يسمونها عكة، وهل الخليج هني في أبو ظبي والإمارات وعمان حد يسميها سعن، وحد يسميها صميل، وحد يسميها الشجوة، حد يسميها الظرف، يعني عدة أسامي لها. هذا وين تنحط الله يحفظكم دهنة الدوابة. واللي ما حوله سعن ولا عنده جربة ولا عكة شي يسوي، يحطونها في برمة، برمة بمقطع من فخار، ويبرزوا بها في الأسواق ويبيعون. هذا خماس بن سبتو يا الله يحفظكم من بيعة دهن الدواب هات السنين، وخماس فقير جليل شوف، وهو يمشي لطم كتف بكتف ربيع. انزين طاحت البرمة، رب العالمين راد له الستر، ما انكسرت البرمة يا غير، يشويون الدهن على دهينة على طرف كندورة ربيع. منو بيخلي عاد خماس يتلحلح ولا يفتر ولا يفتر ولا يفتر دقيقتين من مكانه؟ واشهد انه ادن عليه ادام مكاوي، يلي فيك وما يخطيك، يلي وكبرك وعبرك ما تسوى عقمه معقب كندورتي، الحين تغرم لي 2000 ريال سعيدي، 2000 ريال سعيدي وين اجيب لك انا من الـ2000؟ ابوي ما يد الا 100 تباهن شلهب. قال ابوي ما بقى ابى 2000، وصك وحك وتيامعت امه لا اله الا الله. ترى مثل ما قلت لكم سوق مقترح مكتظف البياع والشراء، وتيامعت امه لا اله الا الله، يبون يفتشون بين خماس وربيع. الحين ربيع لا هو ولا من يعفو، قال الرب يعفو وانا ما عفو، ثوبي كندورتي جيمت 2000، الحين تغرم لي 2000. وخماس على حيلة ابوية دهينة تنباع، يعني وين بيجيب لك 2000؟ وانت شو من هالدواهي منو عندك الدورة تسوى 2000 هاك اليوم؟ واشهد انه خلاه فرجه، وعبرة لمن يعتبر خلاه طماشة في السوق. المراد التمت امت لا اله الا الله. يوه العرب الله الله فيه اتيمل، طالبينها من هاللحية الغانمة، الله الله فيدنا يا ربيع، الله يهديك الله يخليك عندك دونك، طالبين هاللحية الغانمة. قال ابدا كندورتي بـ2000، واللي منكم ابوي حان انه يغرم لي الا 2000؟ اللي حان خماس بن سبتو يدق صدره ويدفع ليه الا 2000 جيمه كندورتي. قالوا له بنغسل كندورك، بيخوز عنها قطره دهينه، قطره دهينه بتخوز عنك. قال ابدا انا كندورتي ابوي لا بالها غسال، وبابوي جيمه كندورتي 2000. قالوا لابوي هذا فقير، انت غدا ما تعشى وانت عشى ابوي ما تغدى، وين بيجيب لك ال 2000؟ قال ابدا حيد وامر بعيد، 2000 وباهن ولا ما بفتش من يدي لان يغرم لي ال 2000. والله تمت امه لا اله الا الله. خماس بن سبتو عند تشري، تشريها الله يسلمكم عند حماره، ويقود خماس، يركب خماس على الحماره من بقعه يسمونها دار سيت، يجيب طريق يركب على الحماره من دار سيت لين سوق مطرح. هذا عاد اللي تشريك انت يا خماس، ولد زقنبي فنان، اربع تذرع ظهره، ظهره روحه اربع تذرع، شريته بنادم ظهره اربع تذرع، ناهيك من فجرته تحت ريوله وعصاق اليوم، لا ظهره روحه اربع تذرع، ظهر الادمي العادي ذراع وشبر، هذا ظهره اربع تذرع من طوله، واحد صديق خشموعين بينه وبين صداقه بينه وبين خماس. المراد قال ابوي لا تتكلم زياده كلام، هب لا تبقى 2000 هذا ال 2000، ولا تقول كلمه حق خماس، مالك حق عليه، تبقى 2000 هذا ال 2000. وهذا عاده بطيان حافظ على بطيان، الذكاء اللي في الدنيا العوده كلها فيه، عليه مخ
وحاسية ما حصلت على أكبر وزير خارجية في الدنيا العودة. واحد ذكي يبايع من الذكاء اللي فيه هذا بطيء، يدلعون عاد بطيان يسمونه بطيان، هو صديق عاد خشمعين ويا خماس. واحد أقولكم يمشي يتقاطر مع طرافه، هاي الريح الخنين وهاي القبلة الزينة ما عذر، وبالنار عنده حمارة، وهاك اليوم اللي عنده حمارة بعد يحي الحمد لله المراد. الذكاء اللي فيه يبايع العرب الهواء، واحد يظهر البيز من تحت الأرض يكد راعي مكده، لك أما يحوش ويلوش يعطيه خماس صديقي وياه، يعني متخالف يدهم عزاد وعايشين في فريج واحد، ودومه يسرح البياعة الباع اللي من دار سيت هو يوديهم، يوديهم لين سوق مطرح كل 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 طالع شمس. قبض ال 2000 ربيع وعطاهم الجافي بيظهر، وخويد ما هو وياه، قال وين ابوي؟ قال اخذت بيزاتي، قال اخذت بيزاتك ال 2000؟ قال هي نعم. وحين وين ساير؟ قال بسير. قال انت حينه ال 2000 ما بماخذ، نحن ما بشاري ما بدافعين قيمه ثوبك ال 2000؟ قال هي نعم. قال عيد كيف بتصير؟ والبيع ابوي حاضر بحاضر، انت حينه ثمنت ثوبك ب2000 ونحن ابوي عطيناك ال 2000 واشترينا الثوب، هذه بضاعتنا مقبوضه، وهذا سوق عرض وطلب تيامعت امه لا اله الا الله، الحين يبون يفصلون. قال شو تطري شو قصدك يعني؟ قال ثوبك ونحن اشترينا، انت طلبت فيه 2000 اعطيناك ال 2000 كيف بسير انت ما قبضنا نحن ساماننا؟ قال شو قال ثوبك اللي علي ينبك عليك يا بطيان، كيف كيف تباني اعطيك ندورتي اللي علي ينبي؟ قال ترك قبضت بيزاته. قال بردهن. قال لا ما ترد البيزات، نحن اشترينا وانت قبضت بيزاتك، الحين ابوي الجيمة عندي انا. كيف؟ قال ابوي الجيمة كان تبى ابوي الثوب اللي علي ينبك يتم ساتر انك ما ترد املط من مطرح لين بركة 4000 ريال عماني كان تبى، ولا لو بتنضرب بالرطب واليابس لين يغني حمار ظهرك، وبتنشل وبتنعقب ويف كوت الجلالي. وهذا أمة لا إله إلا الله شاهدين أنك انت بعت وقبضت بيزاتك يا غير أبوي، ما سلمتنا ساماننا نحن، نحن أبوي الحين طالب ساماننا، والسامان اخذناه يا غير أبوي نحن بنبيع، وثمنا نحن أبوي اللي اخذناه اشترينا ب2000 وبنبيع ب4. تعليق بار بين البايع والشاري يفتح الله، وهذا عرض وطلب وسوق، وان زودت بالكلام بنسوي سعر 6 بنسوي بزابن على الثوب اللي على ينبك، ترى الثوب اللي عنبك الحين ما بملكك انت، يا هي مصيبه تشيمهم سبب شيم بجيم عندكم ودونكم. نشوا ابوي تبقى وياه، نشوا ابوي اعطاهم ال 4000. شوف انت الدهاء، دهاء بطيان، انتم بحياتكم شفتوا حد اسمه بطي ما في ذكاء؟ كل بطي ذكي، كل بطي دون عن كل الاسامي، انا قرب الله الا بطي، ما شفت انا بطي بطي وما فيه ذكاء ما شيء، كل بطي ذكي سبحانك يا رب، لو كلهم بتيار بعد، جليل تلقط بطي وما عنده شيء، جليل جليل من النواب. ان شاء الله يسلمكم بطيان، وشل ابوي من 4000 شل من هنا 2000 استردهن روح استدخلهن ترى بيزاته، و1000 عطاهن ابويه خماس، وال1000 ابوي عطى ابوي الوالي مال المطرح، قال ابوي هاي تسمهن على الفقارة والمساكين، لكن طالب انك طلبه يا الوالي ينكم تحكمون على ربيع ما يهبطك انت يا سوق مطرح، ولا تطيح ريوله الكبره، ولا يدخل لا سوق العرصة ولا المنادى ولا سوق البانيان، ولا يطيح التراب، ما يطيح التراب علينا ولا يصك السوق أبدا. وسووا عليه دند، سووا عليه دند وحلف، هاك اليوم حلف وارفق رفجه والي مطرح، يعني كنت يا ربيع ما تطيح سوق مطرح
لو بينجلب الحب شب لو بتلحس السماء يا سوق مطرح ما تطيحه دنت خلاص وان طحت سوق مطرح لا تنعق في الجلالي كوت الجلالي عاد وما ادراك ما كوت جلالي خلاص بخبركم عنه انزين وهذا ابوي جزمه اللي يعيش بالحيلة اللي يعيش بالحيلة وعلى على ظهور العرب وهذا جزا الله يحفظكم اللوتي اللي يمشي على الأرض خيلاء والبطران اللي ما يقدر من الوادم وكل يستهزي فيهم هذا كخ وهذا تف وهذا ما يسوى شف طعام يعني يسترزي العرب كل هالعرب ما تسوى وهو الزين وهو لي عند العرف وهو راعي المعنى وهو الأصل وهو الفصل ولا يطمز لأي إنسان كان هذا جزاء وهذه جزاء كل إنسان يمشي على الأرض خيالاء اللي ما يتواضع الإنسان اللي ترى يوم بتلبس ثوب ما ثوبك يتعك يتعك الثوب اللي ما ثوب يا بتي على وجهك يا بتطيح على أسطارك ولا أنك بتتغربل وهاي من الأشياء اللي توهق فيها ربيع لأن ريال فقير استسمح منك وتعذر منك بغل عذر بغل سموحة انت بدل راسك يابس ديايك عن فرس عن ابوك كندورة ما تسوالها قيد حوار تبى توزي العرب بالفين رب العالمين رد كيدك في نحرك وخذوا عنك بدل يجيم 200 4000 وردوك ابوي مفلس يلا تصبحون على خير ترى قبل ما سكر ترى ما شيء شرات الغرور الإنسان يوم ذي داء الغرور والله يا أبوكم هذا مرض مرض ما العلاج الغرور والله يا أبوكم يني أعرف عرب ينهم استووا وحيوا وماتوا وهم بغرورهم ومن عقب ما ماتتم ما حد حضر جنازتهم نعم أكثر عن واحد وكلهم هالبضب يعرفونهم هم شخصيتين لو ثلاث من كثر الغرور والبطرة وتم روحهم في بيوتهم عيال ناس عادية ما يايدون إلا قوت يومهم على تجلى أجار من طرف بيت يا غير الغرور لي فيهم شايفين عمارهم نطة ونطيطة وعاشوا وحيدين وماتوا وحيدين والله يا أبوكم يا واحد منهم يا آخر أيامه يوم الراث من البريمي يارثونه شوفوا هو في وين بضبي والريث يوه من البريمي خذوا البيت والعلم والخبر وهو في حياته حتى ما قالهم كيف حالكم كيف انتم ما رحمهم حتى بآردي في حياته عيل عنده خير كان يبيع ويشتري من في الذهب وعندك ودونك شيء جليل يا غير يوم توفى ذهب يوم ما يبيع ويشتري في الذهب يعني بشيء بسيط يعني مريرية يشتريها بسبعمية يبيعها بسبعمية وخمسين وعلى هالمنوال من ثبتنا العقل من يوم نحن يا حال لين توفى يوم توفى والله يا ابوكم يوم توفى ما نعرف لحد من هل ما لهل روحه يعني مستمع على عرب يا غير يوه ابوي لي يارثونه من البريمي غروا لهال وانهم ابوي لقطه وما وراودونه وعاش وحيد ومات يا ابوكم ما حد حضر على جنازته سبحانك يا رب وهذا ابو جذب وهذه بنهاية كل إنسان متكبر كل إنسان متكبر كل إنسان متكبر كل إنسان يطري الشوفات كل إنسان يظلم كل إنسان ترى رب العالمين يمهل يغير ما يهمل أنا مهلك اليوم بيخليك صوابك ترى رب العالمين حاط لك عقل وحواس رب يمدلك بالعمر ويرزجك لكن يرزجك يمكن انك ترد على صوابك حد منهم ابوي يزيد إنانهم يطغون وكل من كبروا زادوا في الطغى الله يكافينا وياكم الشر براس بس عاد عليكم وتصبحون على خير اخر كلام باكر يميع المشاوير عندي يميع الاماكن وان شاء الله باكر بنرمس وياكم باكر عرس وعندي بلديه وعندي سيره المرور وسير اليوم مكان بسي باكر وقايل حقنا يوعوني من الفير وان شاء الله انه باكر بسير بخلص الامور كلها اذا الله جعلنا بحيين يلا تصبحون على خير هذا محمد مساك الله بالنور
صراحة قصة من أروع القصص، قصة ربيع راعي بركة وخماس ولد سبتوه وبطي وقصة سوق مطرح، قصة جميلة وعجبتني. شكرا. توبة ما أقول عنك شيء. أنا أبو شو عندك أنت لين الحين؟ توبة 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 الله، يا الفاقة مكثرها، يا ربي مكثرها الفاقة. روايتك للقصص جميلة تجذب المواطن، سواء كانت السالفة في عمان، في الإمارات، السعودية، نقول لك رقم واحد. ما شاء الله عليك، أسبوعك طوال، أسبوعك أسبوعك كل صبعة طوال عن الثاني، ما شاء الله عليك، يعني الله يحافظك، بسم الله عليك الرحمن الرحيم، أسبوعك حطول ما شاء الله، غير ميابر حرام ينهت حرام ميابر، ما شاء الله عليك ما شاء الله، على الله يحفظك. على هذه الأسبوع من أيام الكشاف، أيام في المدرسة، ندق تحية المدير قلت ما شاء الله على أسبوع، قلت لي أسبوع الخير إن شاء الله تعالى فيها أمور طيبة، تحياتنا. ما أقول عنك شيء، ما أقول عنك شيء، جيج جيج جيج. الدار واهل الدار والجار والزوار، ما مر يوم ولينشدوا سيدي عنك، اكبارهم وصغار يترقبون اخبار، الكل مشغوب منك لا خلو منك، في كل فرض ونافل حزت الاسحار، رفعوا كهوف التضرع مغفلوا عنك، لانك حبيب الشعب يا القائد المغوار، وريث الامجاد نادر من صغر سنك، ولنك تليد احرار فخر الشعب والدار، حفيد قلب الامه اللي مربنك، وكان الذي سماك يعلم خفايا اسرار، انك شبه العود واسميه محمد.